Welcome back to English for Arabs, Episode 4. Today we'll continue with the pronunciation of the blended sound or blended letters. هنكمل مع بعض باقي الحروف consonants الحروف المركب زي ما احنا اتفقنا من أول. اليوم هنتكلم على الجي حرف الجي والجي اتش. حرف الجي والجي اتش بينطقوا ج ج اللي هي جا سوري آسف ينطقوا جا اللي هي جا جا اللي تنطق باللهجة المصرية أوكي جا جا وأحيانا الجي والدي جي إي ينطقوا بالج باللهجة السعودية طبعا يعني السؤال أعتقد خلاص حفظتوه يا أستاذ متى تنطق كده ومتى تنطق كده إحنا بنقول إنه ما في قاعدة ولكن تؤخذ بالخبرة هو الحقيقة للناس المتعمقة في الموضوع في قواعد في بعض او يعني في بعض الحروف لها قواعد لكن انا عشان ادخلك في القواعد وانت لسه مبتدئ انت حتوه فبالتالي انا افضل دائما موضوع عمليه نطق الحروف هذه تجيني بالخبره يعني كل ما تمر علي كلمه خلاص انا اعرف هذه هي هل هي جا ولا جا تعال نشوف حرف الجي وهو بينطق جا باللهجه المصريه جوت جوت girl girl ignore ignore ga ga gh برضو ga باللهجة المصرية ghost ghost aghast aghast ghastly ghastly okay تعال نشوف الg والدي جي اي وهما بينطقوا جج جيم جيم ماجيك ماجيك هيوج هيوج فج فج لج لج بلج بلج اوكي يلا نبدا في الاكسرسايزز زي ما اتفقنا رجاء ما حد ينسى الموضوع هذا انا بحاول اذكر فيه دائما عشان الفائده تكون يعني ممتازه معاكم ما حد يشغل الفيديو ويستمع مني فقط هذا الفيديو تتفرجوا عليه بتعمل بوز بتوقف قبل ما انا اقرا الكلمه انت بتحاول تقراها انا عارف انه ما في قاعده لكن جرب نفسك هتلاقي نفسك كده مبسوط وانت زبطت معاك الكلمة حتى لو كانت وانت مش عارفها يعني كده رميتها رب رمية من غير رامي يعني لكن هتشعر برضو بنوع من الثقة بالنفس انه انت نعم جبتها صح اوكي وطبعا يعني انتم مبتدئين انا بعمل قاعد الكورس ما زلت هذا beginners للمبتدئين تخيل عاد انت لو حفظت معاني الكلمات هذه كلها احنا في البداية تكلمنا قلنا اللغة عبارة عن vocabulary and grammar okay. كلمات وقواعد يعني لو انت من البداية بدأت تجمع كلمات بالشكل هذا فممتاز جدا يعني حتى لو جمعت 30% 50% ممتاز جدا حاولوا بقدر الامكان تجمعوا المعاني وتجمعوا الكلمات هذه طبعا في احد المتابعين نسيت اسمه الحقيقة بيقول لي يا استاذ لو سمحت تعطينا المعاني عشان الفائدة يعني تكون اكبر معلش انا اختلف معك وجهة النظر انا اتمنى انك انت تروح تطلع المعاني بنفسك الموضوع كله افتح برنامج Translate Google على الانترنت وخذ الكلمة وحطها هناك هتسمع النطق وهتسمع وهتشوف المعنى اوكي يعني عايزك حاجة انت تتعب فيها حاجة انت تسويها مش عشان انا عايز اتعبك لا عشان الحاجة اللي بنتعب فيها هي اللي بنفهمها لو انت شغلت الـ مقطع الفيديو هذا مجرد فرجة كده وقاعد تتفرج علي مش هتستفيد بقدر ما انا بقول لك قاعد لا انا عايز انتر اكشن مع بعض يعني انا اشتغل وانت تشتغل انا بشرح لك وانت كأنك طالب قدامي بتشتغل معايا بالنهاية ما بنتفرج على 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 فيلم لا بنتفرج على برنامج تعليمي انا كطالب لازم اشتغل عشان افهم اوكي يلا نبدأ gopher gopher gear
جير جيود جيود ماجنت ماجنت ريدج ريدج غالوب غالوب جيرم جيرم جيج جيج كلمة غريبة صح؟ روح طلعها في القاموس شوف ايش معناها جيج دوج دوج جاذر جاذر دراج دراج جيت جيت بنج 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 مو معناه بنج على فكرة البنج تبع المستشفيات لا له معنى آخر بج بج تويج تويج بادج بادج سترينجر سترينجر جيتو جيتو وجيتو مو معناه جاتو خلي بالكم روحوا شوفوها ايش المعنى جيم جيم gifted gifted vegetable vegetable budget budget engine engine glisten 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 او glisten الاثنين صح زي كلمة often و often الاثنين صح arrange arrange challenge challenge dangerous dangerous aghast aghast اوكي اتمنى اتمنى المره هذه يزبط التسجيل لانه انا سجلت الحلقه هذه مرتين وهذه المره الثالثه بعد ما انتهي من تسجيل الحلقه الاقي انه الصوت ما في نهائيا والمايك كان في مشكله فاليوم جايب مايك من السبعينات يعني فأتمنى أنه يكون عامل مفعول جيد وصوت واضح معكم لأني مش حسجل الحلقة هذه الحقيقة بعد كده لأني زهقت التسجيلها ثلاث مرات تعال نشوف الـ SH والـ CI والـ TI SH والـ CI والـ TI كلهم حيطلعوا معايا شين ش يا أستاذ دائما يطلع معايا شين لا مش دائما أوكي يلا نشوف الـ SH shape shape she she shell shell CI special special musician musician facial facial TI location location invention invention initial initial اوكي يلا نبدأ في الكلمات sure sure appreciate appreciate ambition ambition shoot shoot انا اسف هذه المفترض الاس اتش هي اللي عليها الاحمر وهذه اسود اوكي shoot associate associate shrink shrink station station location location racial racial partial partial musician musician shy shy
شاي ترى مو معناها شاي. اوكي روح شوف وش المعنى معناها شاي. شريمب شريمب. electrician electrician. ship ship. financial financial. financial او financial الاثنين صح. financial financial الاثنين صح. في جميع الاحوال السي مع الاي تطلع شين. social social. spacious spacious. tradition tradition. technician technician. delicious delicious. mushroom mushroom. splash splash. information information. direction direction. official official. physician physician. brush brush. اوكي ندخل على الحرف اللي بعده. طبعا مع نهاية الحلقة يعني انا بشعر بالطالب اللي قدامي هذا ان هو تعب. ليش؟ لان هو قاعد بيجاوب معايا وبركز معايا. اوكي وهذا المطلوب. انا عايز انه يعني اللي قدامي هذا يشعر انه هو سوى حاجة. هو مش يتفرج على برنامج تعليمي وانتهى الموضوع. استاذ محمد والله شرحك حلو. لا انا عايزك انت بنفسك تجرب. يلا نشوف اللي بعده اللي هو حرف الفاء. اللي هو حرف الاف والدبل اف والبي اتش والجي اتش. اوكي هذه مش دائما. الباقي دائما. هذه مش دائما. نشوف حرف الاف. فورست فورست. فاين فاين. فول فول. دبل اف. ستاف ستاف. ديفرنت ديفرنت. باف باف. بي اتش. فون فون. فارماسي فارماسي. فوتو فوتو. جي اتش وهي غالبا بالنهايه. انف انف. كف كف. لاف لاف. قلت غالبا. اوكي مش دائما غالبا. يلا نبدا. بسم الله. الفابت الفابت. عارفين ايش يعني الفابت؟ مشكله مش عارفين ايش يعني الفابت. الفابت اللي هو الدرس اللي احنا فيه الاصلي اللي هو الحروف. الفابت. اوكي يلا نكمل. الفابت. فانتاستيك فانتاستيك. فيوتشر فيوتشر. نيفيو نيفيو. تروف تروف. تليفون تليفون. امفاسيز امفاسيز. افكت افكت. كوفي كوفي. Orphan Orphan. Orphan يعني يتيم. Bluff Bluff. Apostrophe Apostrophe. Prophet Prophet. Prophet Muhammad peace be upon him. Sophisticated Sophisticated. حلوة الكلمة هذه صح؟ sophisticated معناها حاجة راقية
حاجة على مستوى عالي، على مستوى راقي. sophisticated حاجة متقدمة. off off elephant elephant geography geography muffler muffler differ differ rough rough cough cough laughter laughter trophy trophy tough tough okay. نبدأ بمرحلة جديدة اللي هي احنا كل اللي اخذناهم كانت consonants، حروف consonant على بعض. احيانا بيدخل حرف واحد vowel بيناتهم، لكن معظمهم كانت حروف consonant. الان بنبدأ ب combination of vowels اللي هي اكتر من حرف من حروف العلة او الحروف المتحركة، حروف الفاولز. ودائما احنا اتفقنا انه حروف الفاولز اصعب من حروف الكونسوننت. اوكي، عندك الـ AI والـ AY والـ EY والـ EA والـ EI كلها تطلع A طويلة. A A كيف باللهجة السورية؟ A A يعني أيوة هي هذه الطويلة. A A أوكي يا أستاذ، يعني ليش الهلمة هذه كلها؟ طب ما خلاص يعينوا واحدة وانتهى الموضوع، ما يعملوها AI. لا تنسوا أنه إحنا بنتعلم لغة، لا يحق لنا الاعتراض، مش من حقنا نعترض، ومش من حقنا نقارن هذه اللغة باللغة العربية. ما تقول طب احنا باللغة العربية عندنا بنسوي كده خلاص كل لغة لها احترامها. يعني مثلا الاخوان اللي في المغرب، المغاربة والتوانسة واللي بيعرفوا اللغة الفرنسية، اكيد هم مدركين الحاجة هذه. ليش؟ لانه بيتكلموا عربي او بيعرفوا عربي وبيعرفوا فرنسي، مدركين انه قواعد اللغة الفرنسية تختلف عن قواعد اللغة العربية. كمان انتم بتتعلموا انجليش، قواعد اللغه الانجليزيه تختلف عن قواعد اللغه. ولو تعلمت هندي وتعلمت فلبيني وتعلمت اي لغه اخرى، هتلاقي لكل لغه لها اسلوبها الخاص. نعم في اشياء كثيره جدا مشتركه بين اللغات، لكن بتفضل كل لغه لها اسلوبها الخاص. وانا مش ما معي حق اني انا اعترض عليها، والا الفلبيني يعترض على العربي والاندونيسي يعترض على الهندي، وبدانا كل واحد يقول لك انا الصح. لا، دراسة اللغة اني انا اخدها بدون ما هي، بدون ما انا اعترض. يا استاذ ليش الحرف هذا بنكتب ما يتنطق؟ يا حبيبي خدها كما هي. يلا نبدأ بالاي السورية او الاي الطويلة. اي اي رين رين بين بين ويت ويت اي واي داي day hey hey lay lay ey they survey survey convey convey ea great great break break swear swear e i slay slay beige beige freight freight اذن e a i a y e y e a e i كلها بتطلع معانا A طويلة. A A يلا ندخل. remain remain delay delay raise raise display display away away claim claim birthday birthday complain
complain pay pay obey obey steak steak vain vain gain gain convey convey brain brain pair pair eight eight fair fair essay essay neighbor neighbor drain drain sail sail way way contain contain purvey purvey sway sway email email bait bait بيت معناها طعم اوكي طعم للصيد مش معناها بيت اللي احنا بالعربي اوكي ندخل المجموعة الثانية قبل ما ندخل المجموعة الثانية معلش عشان بس افتكرت كده حاجة في الحقيقة بعض المتابعين بيطلب مني دروس معينة يعني احيانا بتكون هذه الدروس مشروحة في الاول فيرجن اللي هو الاصدار الاولاني اللي انا طلعته الحلقات الاولانية موجودة هناك فبامكانكم ترجعوا لها وتلاقوها الدروس هناك وإذا كان في الفيرجن الحالي أنا قلت من أول إن أنا ماشي حسب خطة معينة يعني حسب دروس معينة فأنا ما حقدر إني أجي أشرح درس واحد طلب مني اشرح لنا درس الفلاني ما حقدر أنط وراح أشرح الدرس الفلاني لا أنا بحاول أمشي خطوة خطوة مع المبتدئين من البداية من المبتدئ بعدين المتوسط بعدين المتقدم فأنت لما نيجي دور الدرس اللي أنت بتطلبه الثق إنه ما في درس جرامر حيمر في اللغة الإنجليزية أو ما حجيب لك إياه ثق انه حوصلك لمرحلة انك تفتح اي كتاب جرامر حتلاقيه مشروح عندك هنا اي كتاب جرامر مهما كان متقدم حتلاقيه انا شرح لك اياه بس كل حاجة في وقتها يعني ما بقدر حاليا مثلا اني اشرح الباسيف والاكتف المبني المجهول المبني المعلوم وانا لسه بادئ بحروف وكلمات انا ماشي بكورس خطوة خطوة اوكي فمعلش انا بعتذر للناس اللي بيطلب مني الدروس هذه لاني انا ما حقدر اني امشي معهم كده وفي بعضهم واحد طلب مني اني اشرح كتاب نيو انترتشينج انا هنا يا جماعه ما بشرح كتاب معين انا بعطي انجليش باسلوبي انا بطريقتي انا يعني حتى الكلام والملفات اللي انتم شايفينها هذه كلها انا اللي كاتبها اول حاجه عشان ما يعتبر سرقه من كتاب اخر ثاني حاجه لاني انا يعني حابب ان اعلم الانجليش باسلوبي انا مش باسلوب كتاب اخر او في عنده واحد عنده مثلا اختبار في نيو انترتشينج ولا في هيدواي ولا حاجه باي كتاب لغه انجليزيه وانا بشرح له اياه لا انت شوف القاعده ايش الموجوده هناك افهم اسم القاعده وتعال عندي حتلاقيها مشروحه باسلوبي اما الكلمات طبعا في الكتاب لازم انت بنفسك تروح تراجع الكلمات يلا نبدا باللي بعدها اللي هي الاي اي والاي اي والاي اي والاي اي 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 شوية حنقلب تايلندي يلا هذه كيف تنطق حتنطق اي 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 طويلة ومكسورة يعني مش اي لا مش اي لا مكسورة مكسورة اي وطويلة مدها اي اي يلا تعال نشوف كيف تنطق sweet sweet feet feet meat 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 هذه الاولى كانت ايش كانت دبل اي صح نبدا بالاي اي meat يا استاذ هذه مش هي نفس اللي انت تقراها نعم كلمتين ليهم نفس النطق لكن السبيلينج الكتابة مختلفة والمعنى مختلف هذه معناها يقابل وهذه معناها لحم meat feast feast beast
beast ال E I either either بالمناسبة هذه ممكن تقرأ either وممكن تقرأ either الاثنين صح. أنا هنا حطيت على أساس إنها ال E المكسورة الطويلة either either being being caffeine caffeine ال I E field field belief belief كلها E E اوكي. قبل ما ندخل هنا اكيد خطر في بالكم سؤال، يا استاذ هذه مش دوبك اديتني اياها انت ال E A هذه مش بتقول لي انت قاعد اهي فين ال E A اهي ال E A مش بتنطق A A gray bray sway وهنا بتنطق E، طب كيف نعرفها؟ ما في قاعدة، امشي مع الكلمات واحفظ كلمات عشان تعرف هذه الكلمة كيف تنطق. نبدأ flee flee creek creek peel peel steam steam clean clean deep deep heat heat deceive deceive receive receive seize seize geese geese hygiene hygiene thief thief queen queen cream cream shield shield brief brief creep creep cheat cheat defeat defeat belief belief be be beneath beneath steer steer seat seat weak 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 يا استاذ الاثنين نفس النطق قاعد تقرا فيهم انت الاثنين weak ايوه الاثنين spelling مختلف لكن لهم نفس النطق والمعنى مختلف هذه weak معناها ضعيف عكس قوي هذه weak معناها اسبوع ceiling ceiling اوكي اذا كلها اي اي يلا ناخذ اخر واحده معانا اخر واحده ولا قبل الاخيره قبل الاخيره اوكي ناخذ اللي هي ال O A وال O E وال O W تنطق O طويله O مش O لا O O نشوف ال O A coat coat boat boat loaf loaf ال O E toe toe row row whoa whoa ال O W minnow minnow owner owner borrow borrow يلا whoa whoa load load approach approach mount mount roast roast grow grow tiptoe
blow, blow, blow. Board, board. Oboe, oboe. Crow, crow. Yellow, yellow. No, no. Row, row. Abroad, abroad. هذه مو نفسها، هذه board معناها لوح، وهذه abroad معناها للخارج. اوكي. برو، برو. شو، شو. فلو، فلو. ويندو، ويندو. تود، تود. توست، توست. ميدو، ميدو. سبارو، سبارو. دو، دو. رود، رود. تو، تو. هذه مو غلط يا جماعة، هذه ما هي تو، هذه مو رقم اثنين. تو، تي دبليو او، هذه تو، سوري، تي او دبليو، هذه معناها يسحب. تو، لوف، لوف. فلوت، فلوت. لون، لون. كوت، كوت. فلو، فلو. إلبو، إلبو. أوكي، آخر واحدة عشان بعد كده هنبدأ في حاجات تانية. آخر واحدة اللي هي دبل أو، عندها ثلاثة طرق مختلفة في النطق، من الأشياء المش سهلة، صعبة علينا شوية. أحيانا بتطلع أو بس مضمومة جدا، يعني أو مش أو، لا أو مضمومة جدا وطويلة، أو أو. أحيانا بتطلع ضمة قصيرة، أه سوري، أه أه أه. أحيانا بتطلع فتحة مضخمة، أه أه. أو أه أه. أو أه أه. تعال نجرب بدل ما احنا قاعدين نكاكي كده، نشوف أول واحدة كيف بتطلع. أو، مون، مون. بروف، بروف. إجلو، إجلو. كلها أو أو. طيب ضمة قصيرة اللي هي أو أو. كوك، كوك. بوك، بوك. توك، توك. فتحة مضخمة، كيف يعني؟ يعني أو. بلاد، بلاد. ترى لازم تكون مضخمة، ما يجوا البنات يقول لا انا كيف يعني اقولها اه كده بشكلها تروح بلد، ما تزبط، لازم تتضخم الحرف هذا. اه بلد، اوكي. فلد، فلد. بلد. يلا ندخل. بالون، بالون. فوت، فوت. هوف، هوف. motherhood، motherhood. wood، wood. stood، stood. zoo، zoo. boot، boot. bamboo، bamboo. spool، spool. troop، troop. shock، shock. goose، goose. cool، cool.
لوس لوس شوت شوت خلي بالكم هذه لوس اوكي لوس معناها واسع مرحرح مرخي تختلف عن لوز ديك ال او اس اي اللي هي يخسر هذه لوس شوت اوكي فول 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 مش الفول اللي بناكله لا فول معناها غبي مش عارف اذا كان في علاقه بين الغباء والفول بس انما بالانجلش معناها غبي اوكي هود هود شامبو شامبو كروك كروك سبون سبون بلوم بلوم مكتوب مرتين اوكي روت روت كوكيز كوكيز بوث بوث جود جود بالون مكتوبة اعتقد بالون اوكي كده نكون احنا خلصنا نطق الحروف والحروف المركبة اللي هي فين احنا ان هذا هو خلاص هذه خلصنا منها اللي هي blended letters الحروف المركبة او المتداخلة اوكي بعد كده هيجينا درس اسمه silent letters او الحروف التي تكتب ولا تنطق اعتذر اذا كان الصوت شوية قالب على فريد الأطرش بس يبدو انه بداية زكام يعني ما حد يزعل اللي يحب فريد الأطرش ترى انا اعشق فريد الأطرش لكن كفاية كده وان شاء الله ان شاء الله المرة هذه ظبط الصوت Thank you very much and see you next episode. Bye bye.